أخيراً وبعد سلسلة من التشويقات، كشفت العلامة الكورية كيا رسمياً عن نسخة الفيس ليفت من الكروس أوفر إكسيد، واللي بتعتبر أبرز تحديثاتها هي منظومة الطاقة الهجين اللي بتضاف لمجموعة محركاتها لأول مرة. التحديثات التقنية والتصميمية كمان خدت جزء كبير من تناول المواقع العالمية اللي اتكلمت عن الكروس أوفر العائلية الأكثر مبيعاً لكيا في 2022 في أوروبا، واللي بتمثل كمان 10% من إجمالي مبيعات كيا في بريطانيا. التحسينات الخارجية في إكسيد فيس ليفت بدأت بإضاءة LED أمامية جديدة مع شبكة أمامية معدلة مع التركيز على ظهور السيارة بمظهر أكثر رياضية. وهنا هنلاحظ كمان السكيت بليت الأمامية تحت الإكسدام وستاير هواء جديدة بتعمل على توجيه الهواء لأسفل جوانب العربية، وكمان تم دمج كشافات ضباب في المصابيح الأمامية الجديدة. من الجنب هنلاحظ كمان جنوط 18 بوصة هتعزز المظهر الرياضي للعربية، وبتميز تحديدا فئة جي تي لاين اللي هي الفئة الجديدة اللي بنشوفها لأول مرة في نسخة الفيس ليفت. من الظهر هنشوف مجموعة إضاءة LED جديدة حجمها أقل من النسخة قبل التعديل. فئة جي تي لاين فيها بعض اللمسات الإضافية لمظهر رياضي أكتر، بتبدأ بشبكة أنف النمر الشهيرة مع فتحات هواء سفلية شكلها رياضي مع زيادات بلاستيكية جانبية وديفيوزر خلفي وإضاءة خلفية سداسية الأضلاع. في المقصورة الداخلية في تحسينات مهمة في نسخة الفيس ليفت، فعلى سبيل المثال عندك شاشة عدادات سوبر فيجن مقاس 12.3 بوصة مع سمات بتتغير ومرتبطة بأوضاع قيادة السيارة، وده تجهيز متوفر في كل فئات كيا إكسيد فيس ليفت، بالإضافة لشاشة ترفيه طايرة مقاس 10.25 بوصة في الفئات الأعلى وبتيجي بمقاس 8 بوصة للفئات الأقل. بتتضمن التحسينات الجديدة كمان اتصال لاسلكي بتقنية الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو ونظام صوت GPL وكراسي أمامية فيها دفايات وتهوية وتكييف دول زون أو ثنائي المناطق. المواد المستخدمة في الفرش والمقصورة بشكل عام ناعمة وبتدي إحساس بالفخامة، وممكن كمان تختار ما بين القماش أو الجلد المدبوغ أو الجلد الصناعي أو الطبيعي. أما تصميم جي تي لاين ففي شوية اختلافات بسيطة في المقصورة واللي بتدي إحساس رياضي أكتر زي ما اتفقنا، زي الدركسيون الرياضي اللي بيجي بشكل ديكات وبطانة سقف باللون الأسود ومقبض ناقل حركة من الجلد المخرم وتصميم المقاعد الرياضي. كيا إكسيد فيس ليفت هتطرح بمجموعة مختلفة من المحركات، على سبيل المثال في أوروبا هتتوفر بالثلاث منظومات حركة، بينهم منظومة بتتكون من محرك هجين قابل للشحن مع محرك بنزين بسعة 1.6 لتر وناقل حركة دي سي تي من 6 سرعات وبطارية بقوة 8.9 كيلو وات في الساعة. المنظومة دي هتوفر قوة حصانية 141 حصان ومدى بيوصل لحوالي 47 كيلو متر من القيادة الكهربائية، واللي ممكن يوصل ل 60 كيلو متر في حالة القيادة داخل المدينة أو في وضع توفير الطاقة. أما نسخة المملكة المتحدة أو بريطانيا فهتكون بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان وبعزم 253 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وده نفس المحرك المتاح حاليا عندنا في السوق المصري في نسخة ما قبل الفيس ليفت لكن مع ناقل حركة دي سي تي مش يدوي. ممكن كمان يكون في محرك بنزين ثلاثي الاسطوانات بقوة 118 حصان وعزم 172 نيوتن متر وسعته 1 لتر مع شاحن تربو. يا ترى ممكن نشوف نسخة الفيس ليفت من إكسيد قريب عندنا في السوق المصري، خصوصا ان ما بقالهاش كتير نازلة عندنا.